ما عطيتش الفوق. ايه لامون ديال الثومه. لولور يا سلام. عبد الله عبد الله. سيداتي ساداتي اعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم مجددا في حلقتنا اليوم المطبخيه في المطبخ في المطبخ. اليوم حفظتك زعما قولي سمحي لينا ديما كتقول ديما كتصح. سيداتي سادتي اعزائي مشاهدي، سيداتي سادتي اعزائي عزيزاتي، سيداتي سادتي اعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم اليوم مع مرحبا بكم مجددا اليوم في حلقتنا هذه. اوكي يلا رغبت حلقتنا هذه في مطبخنا الجميل. المهم كنا غير نحكي باش بلا ما نطولوا عليكم، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم، معكم باي توينز اسيا وسميه. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا راكم في الكوزينه، كتعجبكم ياكل كتعجبكم تمارة؟ لا كتعجبكم ملي كتشوفوني كنضرب تمارة، انا كنحكي لكم ماشي مشكل. لا اليوم بصراحة جينا باغي نطيبوا واحد الحاجة خفيفة ظريفة اللي هي شاو 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 شاورما. شاورما يا ترى هي شاورما شاج ولا لحمي؟ ايه لكان لك شو هاي طبخة شامية لازم نعملها على أصولها اكيد مع كريم توم. شوف اليوم غادي نكون شاورما، طلعت جوال هذاك غتكون شاميه ما طلعتش مني يفكروني في الشاميه كيفاش ندير لكم. انيويز خليكم بعدا في تحضير الشاورما ونرجع لكم. اوكي سو دابا غنحطوهم في بلاستيك راب بحال هكايا ونخليوه مدة واحد ساعتين في الثلاجة على ما هذاك الدجاج نيتي يشرب اللقمة ديالتو، ومن تما تشوفو معانا شنو غادي نديرو من بعد. مهم سو دابا غادي نركبو القطيب ديال الشاورما. بعدا خلينا بعدا الدجاج ترقد بزاف، ويلي الدجاج قلت لكم ساعتين بصراحه نخليت واحد 5 سوايع باش تقدر الغراض تعطانا انا واسيا. سو يلاه رجعنا ليه. انيويز سو اول حاجه غنديرو هي نص بطاطا، كنديرو نص بطاطا بحال هكا. هلو كنديرو نص بطاطا بحال هكا، كنديروها في الالمنيوم بحال هكا غير باش هي نوقفو عليها هذاك القطيب بحال هكاك، وتنديرو هاد السكيورز هادو طبعاً ديال العود هادو حطيها في الوقت خدمي عليها لا باش نتحكم في هاد لان غادي نخدمهم. تنجيبو هاد البصلة بحال هكا، نحاولو نجبدو نجيبوهم كلهم هنا بسم الله. هانتوما بحال هكا كتولي صافي. شنو كديري؟ كون شديتي شديتي هاد يلا غنشدو ليك بحال هكا، جيبو الدجيجات. الدجيجات كنبدا في التركيبه الشاورميه ديالنا. التركيبه الشاورميه ها هو الدجاج. راه حنا كنطبقو مصطلحات هنا كنسحب لكم سميتها هكا. المهم كنحاولو نخشوهم. كتكون كنا جبتيهم بحال هكا كلهم ماشي البصله والعواد فين نجيبهم؟ هكا هكا شوفي. وشنو هو فائده الشاورما؟ ولا ها ديري هكا هاكي صافي هكا باش نحاولو نلصقوهم كلهم. حيت الشاورما عطات زعما غير ريحتها خضرا صح، معرفتش كيدير ريحتها خضرا. سكتي ها سكتي صافي كنركبهم بحال هكا باش نغيرهم. يا ربي تجي بحال الشاورما ديال بصح، راه غتجي بحال الشاورما ديال بصح. بسم الله تفعلوا خيرا تجيبوها ان شاء الله. تنديرو مطيشة الفوق. ايه تنديرو مطيشة. انا خصني نشن انا واش هي شني هي باش كتبداي تختمي انا نختم. المهم تنديرو مطيشة الفوق. تفرجوا تفرجوا هاتوا شو كيفاش بنيتو ياكو. بسم الله بسم الله حيد يدك راه غادي تطيح البصلة هاد داكشي حنا بغينا نديرو مطيشة باش نشدو. بسم الله الا عيب كديرو مطيشة باش كتشدو هذاك القطيب. صافي 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 انت عصرتيها تما مزيان. او لو 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 يا سلام عبد الله عبد الله. دابا بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي.
شنو هو نيت مزيان باش هاد العواد نيت يشدو هنا. احنا خشينا داك الطيب ديال الشاورما يطيب، غنخليوه المده ديال 30 دقيقه على درجه 180 درجه. المهم دابا الدجاج راه كيطيب في الفران، بقات ليه تقريبا قلت تقريبا طاب واحد نص طيبات. ديجا صايبنا البصله والمطيشه والبيكوز داكشي غادي نديرو في الساندويتش داخلو داكشي. سو دابا بقى لي نصيب ديك شنو سميتها غارليك صوص اللي هي سميتها كريم توم ياك. سو غادي نصيبها، غنصيبها بواحد الطريقه بزاف بزاف بزاف. دابا انا قطعت هنا الثومه ديالتنا، غادي ندفع انا غير المايونيز بجوج بزاف بزاف، غير ندير معلقه ياك، معلقه شويه ضروري بشويه ياك. غنزيد على شويه ديال الزيتون، زيت الزيتون هاكتاني ياك، شويه الملح باشلا عمري ما صيبت انا راه يعني ميزاني وغاده ياك. بلي بلي بسم الله الرحيم. اجي ندوق نشوفها كي جات دابا. بسم الله الله يتا غارليك صوص. غارليك صوص لي اساس لي بتاعش خصني مسحتيش الجنابات حيت طحنت تما. اه طحنت لك هنا. اوكي دوقها وقولي لهم كي جاتك. بسم الله بسم الله. لا معقة جي معقة يلا رأيك جيبها لي نغرف ماشي ندوق. لا حيت نسيت باش ملي غدوقيها غتغرفي. بسم الله كولي دغيا مالكي. بسم الله لا بلا كذا ملي دانون ديال التومة كي دايره بلاكتو واعره بزاف. انا ما كاينش كتحمل جات صدق. بسم الله تبارك الله كتحمر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. دابا الشاورما ديالنا قربت طيب، ما بقى لها غير كتحمر. داكشي علاش دابا درنا الفيت باش بجوجهم يجيو لاصقين مع معا. سو هاو دابا الفيت ديالنا غادي يطيب وغادي نرجع لكم ان شاء الله. سو بغينا نلعب واحد اللعبه على ما يوجد هادشي كامل. كتعرفوا رقم يقاس بيه وداك الشخابير قاتيك كتعرفوا هاد اللعبه. المهم هاديك اللعبه غادي نديروها. المهم كل وحده كتحل غنصيبو ساندويتش، كل وحده شاده الطرطيه باش غادي تصيب الساندويتش ديالها. المهم درنا لهم ميكا لان هادو هما اللي غادي نسرقو بيهم باش هما اللي غادي نعاودو لهم فيهم ساندويتشات. ولكن شنو هو السر؟ هو انه غنشربو الماء ياك، غنخلي واحد الجغمه ديال الماء في فمي. اللي خسرات غتاكل الطرطقه بهاد هادي. يعني فمها غيكون عامر من الترفيقه، علاش نكثر من الصيف؟ فمها غيكون عامر هذاك سميتو اون جينيرال. غتغسل الماء صافي. اوكي هذه اديت از فير. ولكن مبدا اللي ترفقه ما خصهاش تضحك، ولا ضحكات غيتحل فمها وغادي تكب الماء. استغفر الله. وغادي يدير الخصاب غادي تشفف.
I feel like and this is good for me. من بعد خصني صراحه نحضر ايديا مالي كنديروا بصله هما بصراحه ما كيديروش فيها بصله حيت كتكون ديجا فيها هذا الثومه مي احنا كتعجبنا بصراحه مع البصله صو غادي نديروا بصيله وغادي نديروا طماطوس نطيشه والسر السر احكي هذه البصله هذه
قطعتها هذه ودرت فيها السمك مع الـ مع هذا القزبر معدنوس، كتجي واعره بزاف. والسر الخطير في الساندويتش ديال الشاورما ديال الدجاج بيان سور هو بيكوز، هو هذا المخلل، المخلل ياك راه هو الكورنيشو، هذا هو اللي كيصرع هذه بصح. واللي بغى يزيد مثلا غارليك ابغاك كنت تخاوف في الساندويتش احش ديالي اغمانينا هذا كل واحد وكيفاش كيدويها. بسم الله الساندويتش ديالتنا كتكون بحال هكا جاهزه. ايوا وكنديروها في البريسه ديالتنا. اختي اسي ساندويتش كقيوقه بسم الله المشكل كنحطوها كنخليوها طيب. المهم كيف ما شفتوا ساعات واعره منظر بعدا يما 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 باقي ما شفناش باقي ما شفناش المذاق ليناهاش هادي بسم الله ما غاديش نضاف فيه شعفه شكون واعره ايوه بسم الله ندير شويه كاري صوص بسم الله. راه كتسمع الاخرين باقي كيتحمروا. والله تجربوها سهلة بصراحة والله إلا صحية وقيلة. من غير مايونيز. أنا قاعد سو يوم. أشريه قاعد. هذه شاورما. بحال ديال برا وقيلة أحسن والله إلا أحسن. هذه الزنقة. واه هذه بقى تخونة. نقا من جا الزنقة. المهم قلنا عطيت شنو هو بلاتي نصوروا لكم مع السلامه قبل ما نكملوا هاد الساندويتشات لانه بصراحه هادو الساندويتشات خصني نركز فيهم خصني نعرف شنو كناكل. ثانك يو سو ماتش لانكم تفرجتوا فينا اليوم داكشي. كنتمنى لكم يعجبكم هاد الفيديو. يو نو فيه اكله سريعه وترفيقه خفيفه كاينه في الترفيق ديما توابني. يو سو ماتش او تاني ما تنساوش ديرنا فولو في انستغرام وفي تيك توك وان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله قريبا. Until next time, we love you so much. Thank you. Bye bye.